بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. صباح الإخوان، لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير، نتمنى لكم حظ طيب إن شاء الله، والله يسهل عليكم إن شاء الله تلقاو شي عمل باش تحاولوا تحركوا شي شوية، ما تبقاوش ناعسين. دونك بالنسبة للكور ديال اليوم غيكون متخصص على لي زيسكاليي، غنحاولوا لي زيسكاليي نحاولوا نقسموها على جوج ديال لي زيكزيرسيس ولا جوج الحصص، بما أننا تكلمنا على لوتي فورم. باقي غنحاولوا نديروا شي حاجه اللي كومبليكي في لوتي فورم، مي حاليا ان فهمنا الاساس ديالو وشنو كيصلح وشنو كيقدر يدير. دونك غنحاولوا نخدموا على لي زيسكالي، نشوفوا شنو هما الامكانيات ديالو، شنو هي الطريقه باش نعالجوا لي زيسكالي. كيف مولفين اننا ضروري اننا نخويو الانترفاس ديالنا كنترول ا، نحاول انني نسيليكسيوني نطفيت كاع ارشيكات، حيت عندي الانترفاس اونغلي كتقول باللي 6 ارشيكات. سي با غاف، نعاود نديماريو، مكاينش مشكل. كنت دايما ترد البال الا كان عندك الكلافي هنا مقلوب اونجلي راه كونترول ا راه غيتسد، بحال هاد الشيء لو فيرمي باش تحاول تليبيري الانترفاس ديالك. اللي ما طبقش التمارين حاولوا يصيفطوا لي التمارين ديالهم باش نشوفوهم ونشوفوا الاخطاء. دونك الدرس راه كيكون كلير، واللي كان شي حاجه ما مفهوماش يتصل بيا يقول لي استاذ راه الحاجة راه ما مفهوماش كيفاش نديرها كيفاش نقعد. دونك الدرس ديال اليوم غيكون متخصص على لي زيسكالي، كيفاش نصايبو لي زيسكالي، شنو هما الانواع ديالهم، شنو هما الطرق، كيفاش نكريوهم، وغادي نمشيو ايتاب بار ايتاب. وتحاول تركز لان التركيز مهم في هذه المساله هذه. الا فهمتي الميثود دونك غتقدر تصايب اي اسكالي بغيتي، والا ما فهمتيش الميثود ما تقدرش تصايب حتى شي اسكالي، ويبقى عندك ديما وتعلم تقرا، قرا هادوك لي فاز، قراو هادوك لي لين، هادوك الاوامر اللي كيكونوا معطينكم قراوهم، لانهم هما اللي يسهلوا لك الخدمه باش دير هاد المساله. دونك انا عندي كلافي هنا فرونسي كونترول ا باش نحاول نسيبريمي هاد لي لاتر، وديليت سيبريمي بوين دو في سيبريمي كوميم، نجي لهنايا ونحاول اوتوماتيكمون نمشي نكليكي على اسكالي. اسكالي كتعطيني الباراميتراج ديالها هنايا، فوالا هادي نحاول نسد هاد الفابوري ما محتاجاش دابا، اللي تجي الوقيته ديالها غادي نشرح لكم شنو كدير. دونك حاليا نكليكيو على لا بارتي ديال البيبليوتيك، البيبليوتيك كتخرج لنا الباراميتر، فوالا الانترفاس، الانترفاس ديال البيبليوتيك ديال لي زيسكالي هي هادي لي سديتي. كتلقى هنا بيبليوتيك اون بواطي، هنا فين غنخبيو لي زيسكالي اللي غنصايبهم حنا، يكونوا دايما هنا. وهنا عندنا البيبليوتيك لي، عندنا بيبليوتيك ارشيكال مقسومه على دي زيليمون دي زيسكالي، عندنا دي زيسكالي كومبلي، لاحظوا هنا اسكالي كي تشونجاو هنا لي فورم، عندنا هنا كومبلي، عندنا هنا، وعندنا هنا بالي لي دروبو ولا بالي دو القيف، سواء بالحديد سواء بالعود سواء السيمون. حاليا ملي غنختارو مثلا اليمون اسكالي 19، اختارينا هاد الاسكالي هذا، بغينا نفهمو كومون سا سباس لي شوز، نكليكي اوكي ونبوزي. فوالا غادي تشوفو اون 3 دي، لاحظوا انه رسم لي اسكالي، عطاني لا لين دو كوب، عطاني لا فليش بوان دو ديبار، و لو سونس ديال الاسكالي. هادي مهمه هاد المساله، ما يمكنش انك تعطي اسكالي وما توجهش السيد فين منين يطلع، واش يطلع من هنا ولا يطلع من هنا. دونك نحاول نشوفها في لا 3 دي. فوالا على البوفوار ديال الاسكالي، سهل، ما كليك تصايب الاسكالي بواحد البساطه اللي هي كبيره. انا كنشرح هادشي الناس باش يفهم القوه ديال ارشيكا. دونك هنا لاحظوا انه اوتوماتيكمون ان كليك او تغو جينيراليا ليسكاليي قدام عينيا، نشوفو اون بلون، فوالا هو قدام. حتى الا مشيت درت له لا كوب، مشينا درنا لا كوب، هادي ثاني حاجه مهمه، نديرو لا كوب ديالنا هنا ونشوفو في هذا الاتجاه، نحاولو لا كوب ديالنا انها تكون كتمشي كتشوف لينا اليميتي، ونشوف هنا في لا كوب. فوالا كنترول ال تويت، نحيدو لا كري ديالنا. فوالا لاحظ ليسكالي منين بدا وفين مشى، اوتوماتيكمون انه واحد ليسكالي تغو جينيرا على حساب لا هوتور، تي كالكولي واخد هو في السيستم ديالو. عندي لا هوتور 3 متر، هنا خصني
نفهم هاد المسألة أن كاين واحد الرابور ما بيناتهم، ما بين الاسكالي اللي كيكون اوتوماتيك ولاوتور اللي كياخدو ديفيني. مزيان، قلنا مثلا حنا نمشيو نشوفو اسكالي واحد اخر، هادشي علاش كنشرحوه غير باش انت تعقل عليه، لان انت غادي تحتاج هاد المسائل تفهم الاساسيات. نجي نكليكي نختار مثلا سيركولير اون بيتون، سيركولير اون بيتون ها هو قدامي. اما نتكلمش على هاد المسائل الارقام، غادي نجيو ليها بشويه بشويه. مي حاليا واش يمكن لي نرسم اسكالي سيركولير افيك ان سول كليك؟ كليك نشوفه في لا 3 دي، فوالا الاسكالي ديالي سيركولير. اذا هنا حنا فهمنا بلي يمكن لي نجسد اي اسكالي، واي اسكالي من هادو نهزو ونحطو تما، مكاينش مشكل. اختار يد العود يمكن لي نحطو مثلا، انت ديال العود اوكي ديال البوا نحطو هنا، غير كليك غير كليك صافي وكيجي. فوالا كيجي كومبلي بالغارد كور ديالو، بلا فورم ديالو، بلا بياج، بالتكستور، بكلشي. كاين فيكم لا يقول لي وحنا راه بغينا واحد ليسكالي سبيسيال وهادي وعلى حساب لا زون وهادي، غادي نشرحو حنا هاد المثال. حنا حاليا غير كنشوفو البيبليوتيك اللي عاطيك دي زيسكالي ديسبونيبل. عندك شي بروجي ما بغيتش تصدع راسك مع الحساب، يمكن لك تاخد هذا وتلعب في البارامتر ديالو وتحطو. دونك غادي نعاود ندخل ونقول له اسكالي. هاد المرحله ما غاديش نخدم انا على البيبليوتيك، صافي انا البيبليوتيك فاهم باللي كاين هنا كاين هنا، مي 90% ديال الخدمه ما غتحتاجوش. كنمشي لواحد لابارتي هنا اللي هي سميتها كريي اسكالي، هذه هي البلاصه السحريه. دونك هنا نقول له كريي اسكالي. هنا كيقول لك راه مقسومه على جوج ديال الطرق في لا كرياسيون. لا كرياسيون سوا غادي تاخدها اسكالي نورمال، ولا دير ان بالي رامب، رامب ديال لي زونديكابي. الا اختاريتي لي رامب ديال لي زونديكابي كيعطوك لي بوسيبيتي، كيعطيك هاد لا رامب، كيعطيك هاد لا رامب، هاد لا رامب، وكاينين شي حوايج طفاو هنا. وهنا عطاونا دي زيسكالي، اذا هنا عطاني جميع الانواع اللي هو كيشوفك غادي تقدر تحتاجهم. هما داروا دي كالكول وعرفوا شنو هي اقرب نسبه ولا الانواع اللي هما مستعملين بزاف، وجاو عطاونا واحد لا فورم كاينه لتحت. لا فورم اللي كيقول لك الا عندك شي اسكالي بيزار، يعني اون فورم اترونج ما عندك كيفاش دير ليها، غادي نسلكو هاد الطريق حتى هي غادي نوريكم كيفاش ديروها. مي حاليا حنا بغينا نديرو واحد الاسكالي اللي هو دروا. فوالا اسكالي دروا كيمشي من واحد النقطة وكيوصل لواحد النقطة امبيكابل. غنكليكي عليه هذا اللي بغيت، نقول اوكي، كيخرج لنا واحد البارامتر. دونك هاد البارامتر هاد الطابلو دو خصو يتفهم، لان الا ما تفهمش ما غتقدر دير والو. صافي، اذا خصنا نفهموه ونسيزيو المعلومات في الراس باش يجينا سهل. هنا قال لنا بلي عندنا لي زوبسيون دو مارش. لي زوبسيون دو مارش معروفين، هاد العلاقه ديال سميتو البرون، ولا مع علاقه ما بقيت عاقل على الاسم ديال الشخص اللي يدير العلاقه. مي هي علاقه مهمه انك كتعرف ان دو اش يعني جوج مرات العلو كبر من جي، كبر من لو جار. وهنا دو اش جي ما بين 60 و 65. هنا عطينا واحد النسبه ثاني ديال 0.6 وصل 17. اذا هذه العلاقه معروفه. دونك هنا جاو عطاونا واحد الحاجه فين كنحطو لا مارش ديالنا، فين كتحط الصباط ديالك، اللي هي سموها البروفوندور دو مارش. وهاد البروفوندور دو مارش عطاك قيمه وعطاك واحد القفل هنا، كيقول لك الا عجبتك القيمه وحسبتي نتايا ولا انت عندك واحد القيمه ما بغيتيش تفوتها، كتب القيمه وسد، يعني دير لها انفيروياج امبيكا. مثلا انا بغيت ندير القيمه ديالي في لامارش ديالي بغيتها تكون 0.30. مزيان، انا غادي نسد هاد 0.30. لاحظوا انني اي حاجه كنديرها كتشونجا، كاين ان شونجمون هنا في الاسكالي ديالي. هنا كطرا واحد العمليه ديال الحسابات. دونك هنا عندي الكونتر مارش، الكونتر مارش العلو، العلو ديال الاسكالي ديالي. كما كتعرفوا الكونتر مارش راه هو العلو ما بين، هو الفرق ما بين النيفو ريتشوسي وطلع ليطاج، كيشدوا داك العلو كيقسموا باش كيعطينا دوك الدرجات. دونك هنا غادي نحاولوا نديروا النيفو ديالنا ما كنفوتوش نورمالمون 18، كتجي صعيبه على الانسان انه يطلع في الدرجه. غنحاولوا ناخذوا 0.16 0.17، اذا نقول 0.16 ونفيكسيها. عندي جوج قيمات فيكسيتهم انا،
بعد ما راه تقدر يجي عندي الارشيتكت يقول لي فيكسي 026 فيكسي 025 25 ما نضمنش، مي على حساب، لان كاينين دي ليميت اللي ما تقدرش الدرجه ديرها قصيره، حيت العفطه ديال الرجل خصها ضروري تتسع شي شويه. امبيكابل. هنا كنختاروا الطريقه ديال الدرجه، واش الدرجه غادا تجي جواندري مع لا دال، حنا كنلاحظوها انها كتكون هنا اجوتي لا مارش مع الباليي، ولا كنديرو من الباليي حتى هو كناخدو منه اون مارش. ها هو الفرق، كتختار انت واش غتبع هاد الطريقه واش غتبع. في الغالب كنتبعو هاد الطريقه. مزيان، هنا طرقنا هاد لابارتي فهمناها، لان هادشي غيبقى يتعاود، دونك داكشي علاش كنحاول نشرحوه. هنا جا قال لك اوبسيون جيومتر، اذا اوبسيون جيومتر هنا كيسولني على العلو، هاد ليطاج اللي بغيتي توصل ليه انت في السفلي وبغيتي تطلع البروميان، دونك اه بغيتي تطلع هاد العلو شحال عندك؟ واش 3 متر 3 متر؟ هنا راه كيتكلم معاك علاش من الضاله حتى للضاله، من الضاله حتى للضاله، فهمني دائما حسب من الضاله حتى للضاله. مزيان، كيقول لك اعطيني العلو ديالك، غتمشي تقول له العلو ديالي مثلا 3 متر و 10. لاحظوا هنا قال لي امبوسيبل دو شونجي لا فالور كار لو بارامتر اي تي فيروي. اذا هنا شنو طرا؟ طرا واحد المشكل. هنا عندي انا 0.16، هو غيمشي يشد 0.16 يقسم على 3 متر و 10، واش غتكون العمليه صحيحه؟ ما تكون صحيحه. اذا اش غادي ندير؟ غادي نفك انا هذه القضيه وغادي نقول له العلو اللي عندي راه هو 3 متر و 10 وغادي نسدها. لاحظوا هو هنا غيلقى القيمه، يعني ديك 0.16 راه ما مخرجاش، ما يمكنش 0.16 يقسمها هو. قال لك الحل اللي عندك هو 0.17، اذا انا غادي نفيكس هنا 0.17 وهذا هو العلو، لان مادام كيكون عندك العلو ما يمكنش دير 0.16 لان ما غيجيوكش الدرجات متساويين، تقدر دير 10 درجات وتشيط لك شويه. هاد العمليه اللي كيديرها هو هنا 3 متر و 10، وهنا خدا المعدل اللي هو 0.17 خرج لينا 18 درجه من هنا حتى لهنا، 18 درجه. لاحظوا كيفاش حسبها 18. انا نمشي نقول له اعطيني 19 درجه، قال لي لا، يعني هو كيجاوبني وكيدير عمليه حسابيه كيشوفه واش مخرجه ولا لا. انا غنفك هاد البلاصه، دونك هادي الا بغيت نفكها ممكن فك ونقول له هنا 19. لاحظوا شنو غيدير، مشى لعب ليا في القيمه الفوقانيه، وانا ما خصنيش نخليه يلعب في القيمه لانها قيمه حقيقيه 3 متر 10 ما توصلهاش. وخليني دير حساباتك، دار حساباته قال لي 3 متر 10 غادي نقسمها لك بالعلو غاديك 0.17 والمشايات غادي يكونوا لي مارش غادي يكونوا 0.30. امبيكابل. دونك هنا جينا للقيمه الثانيه، اذا هنا غندوزو للفولي. منين كدوز انت ما بين داك الكولوار اللي كطلع فيه الدروج، منين كدوز هذا هو الدروج، كاين حيط من هنا وحيط من هنا، هاد المسافه هي اللي حطها لي هنا 1 متر قليله، دونك نقول له 1 متر 20 صافي. اذا هادي اللي كتبتها ليه فوالا، هو عرض ونسد. مزيان، سد هاد المساله. هنا عندي البروفوندور يعني العمق، العمق من هنا حتى لهنا، هاد العمق هو لقاه بناء على ماذا؟ لقاه بناء على هاد المعادله هادي 0.30 اقسمها 30 30 30 30 30 30 على 18، عطاتو الحسابات. انا نقول له لا، نقول له هنا دير لي دير 6 متر، جاوبني قال لي لا علاش كتخربق. يعني هاد القيمه مادام انت فيكسيتي ليه المارش وفيكسيتي ليه الكونتر مارش، كاينين شي حوايج هنا ما تقدرش تبقى تلعب فيهم. اوكي، بغيت نلعب في هادو، فك سيدي هاد الحساب هذا وجي لهنا قول له انا راه عندي 6 متر، انا عندي من هنا لهنا 6 متر، ونتسنى نشوفو كي غيحسب. غنقول له هنا مثلا عندي 4 متر، ما بغاش. غنقول له هنا اعطيني مثلا 5 متر و60، والو ما بغاش. اذا هنا ما بغاش يتجاوب معك، الا ما تجاوبش معك يعني ما يمكنش دير شي اختراع من راسك ولا العمليه الحسابيه ديالك غتخرج فالص. دونك نخلي له ان المسافه اللي غادي نمشي فيها في الطول 5 متر و40، اذا باش نحقق النسبه ديال 30 وباش نحقق العلو ديال 17. دونك هادي اوكي، نقدر نسدها نقدر ما نسدهاش، ما كاينش مشكله. وهنا عندي لا فلاش ديالي، لا فلاش ديالي واش يمشي حتى عند الراس واش يوقف حتى لهنايا، دونك بغيت نكاردي ما بغيتش
ماشي مشكل. هنا عندنا واحد الحاجة ملي كنقادو هاد المعطيات كندير واحد المسألة في الأخر كتسمى فيريفي ليسكالي، يعني جرب ليا هاد ليسكالي واش ناجح ولا ما ناجح. هو كيقول ليا ليسكالي اي اوكي، يعني الدروج ديالك او السلم ديالك راه مزيان صافي صحيح، مطبقين فيه القواعد، كيحترم المعايير. غادي نقول له اوكي. دابا ندوز للمرحلة الثانية اللي هي كتسمى لي زوبسيون دو ستركتور اي بالي، يعني المكونات ديال هذا السلم هذا اللي اخترعتي. مناش مكون جانا قال لي ستريكتور ديالك ديال هذا السلم، واش انت غادي تختاره تيب ستريكتور، واش غادي تختاره بلا ميثود ثانيه ستريكتور ثاني، واش غتختاره بهذا ستريكتور، واش هادي واش هادي. عندك الاختيارات كاملين قدامك. حنا في الغالب المغاربه كيبغيو يستعملوا هاد ستريكتور هادي ضربه طلع نيشان. كاين هذا اللي كيكون مبروجتي مثلا بلونجي في الحيط، هذا تا هو غادي نحاولوا نخدمه. كاين هذا اللي عنده غير كوتي وحده، كاين هذا لا اللي فيه الخويات بحال اللي عنده فولي من اليمين وفولي من اليسار وفيه الخويات، وكاين هذا اللي خارج ليه لوني حتى هو كيخدمه المغرب. اذا غنحاول نخدمه هذا وهذا وهذا، هذا ما كنشوفهمش، بغيت تجربهم عندكم، عندكم الحق. دونك كناخد انا هذا مزيان سي بيان، اختاريت هذا لو موديل هذا. هذا علاش عنده واحد لوني، من بعد غادي نتفاهموا على هذا لوني. دونك هنا قال لي لاتريبيوت اللي الطروج ديالك راه ملي غيتكريا راه غيتخدم باللون خضر. لاحظوا هنا نيميرو ستيلو كونتور 3 دي، يعني في 3 دي غيبان بالخضر. بغيتي تبدل اللون راك عندك الحق، ما عنديش اشكال. هنا جا قال لي هذوك لو سيرفاس المشايات اللي غتحط فوق منهم رجلك كيفاش بغيتيهم يبانو، واش بغيتيهم يبانو بيتون، واش بغيتيهم يبانو زليج، واش بغيتيهم يبانو، يعني كتختار انت التكستور. انا غادي نقول له المشايات بغيتهم يبانو بالصفر، يعني العفاطات ديولي فين غادي نعفط. اختاريت من بعد تقدر تديرو عود ديرو بلاستيك هذاك الشغل. وهنا عندنا البيطون بروت يعني تحت الفولي، ولا هنا مثلا في الجنب ندير هنا في الكونتر مارش. انا باش نبدل هادو حيت هما ستريكتور، مي هذا نقدر نقول كونتر مارش، المارش تكون بالصفر والكونتر مارش تكون مثلا بالخضر ولا بالاحمر. فوالا مزيان. هنا جا عطاني كيقول لي هنا بيطون ميكري، هنا كيتكلم معايا في الحاله الا قطعت درت لاكوب، عندك لاكوب ديالي في البلاصه ملي نقطع واش غنو غيبان لي، واش غيبان لي هاد الهاشور، واش يبان لي هاد الهاشور، واش يبان لي هاد الهاشور. اختار انت الهاشور اللي كيعجبك ديال البيطون، يمكن لك تحتار ما كاينش مشكل. بغيتي تبدل الالوان قول له انا مثلا غنبينو بالزرق في القطيع، ولا غيبان بالموف، ولا يبان مثلا اختار اللون اللي بغيتي. هنا لاريير بلون يعني النقاط ولا دوك لي هاشور يبانو بكولور، ولاريير بلون يبان كولور، اختار انت اللي كيناسبك. مزيان. هنا كيتكلم معايا على ليبيسور ديال الباليس، الباليس هي اللي كتهز ليسكالي، هي اللي كتهز، هي لا فورم الاولى. الباليس كنديروها هي الاولى، ومن بعد عاد باش كيبوزيو فوق منها ليسكالي. دونك هنا كيقول لك شحال بغيتي، والزيرو فان والزيرو كانز، كتبقى مساله ديال لارشي اشنو غيقول. وهنا كنشوفوا انه كيقول لك في الحاله ملي غيتلاقى ليسكالي مع لادال، لادال غادي لتحت. اذا كتعطيني القياسات ديال لا كوش دو فينيسيون، يعني المورتيي وشحال غادي يكون. وهنا شحال عندي 0.30، يعني مثلا الضاله ديالي فيها 0.30 ندير لادال 0.30. كاين شي حاجه زايده الفوق دخلها هنا في الحساب، مثلا زايده واحد 3 سنتيم ولا 4 سنتيم ديال الفينيسيون قولها لينا سيدي. هادي فين كاينه؟ في الفوق ديال ليسكالي الاخر ملي كيتسودا، وهادي كاينه في الديبار ديال ليسكالي ملي كيبدا. اذا هاد المعطيات كلهم كندورو عليهم باش نشوفوه. تابع هنا غادي نمشي وغادي نتكلم على لي زوبسيون دو مارش. هادوك المشايات اللي اختاريتي اللي هما خارج منهم واحد النويف كيكون لوني بالرخام، دونك هنا كيعطيك دي ديمونسيون، كيقول لك شحال بغيتي ليبيسور، شحال خارجه على الدرجه، شحال فولت، شحال هادي، شحال هادي، دي بارامتر. وهنا عطاني تاني باش غادي يرسمهم، غادي يرسمهم لك بالستيلو كحال هنا الا بغيتي تلونهم ونبينوهم لك بالالوان كحلين ولا صفرين. هنا في لاكوب كيفاش غيبان، مساله كتبقى ديالك انت، اختار كيفاش تلون. اللي كيهمنا التاني هما لي زوبسيون ديال لارون، يعني
الجارد كور كيفاش غنشوفوه؟ دونك هنا عندنا ثلاثة الاختيارات، وهاد ثلاثة الاختيارات كيحدوا لا ميثود اللي كدير. يعني سواء غادي نبغي الجارد كور يبان من جوج جوي، سواء غنبغي الجارد كور يكون غير في جهة ولا في هاد الجهة، لاحظتوا كيفاش حتى كيخرج لي داك الشعار باش كنختار. سواء غنبغي نقول الجارد كور غادي نتحكم فيه غير في مورسو واحد ملي يكونوا عندي بزاف ديال القطع، حيت هذا طروا كيبان قطعة واحدة. مزيان، حنا غنقول له لا، خلينا في لا ميثود الاولى، وكليكي هنا الله يخليك، وخرج لي لي تيب ديال لي رومب. مثلا انا بغيت لي رومب ديولي يكونوا فيلير، لاحظوا، ولا بغيتهم يكونوا سيرفاس سامبل، ولا بغيتهم يكونوا مثلا بار سامبل، يعني برا لتحت وبرا الفوق، لا بغيتهم مثلا يكونوا اون بوا. لاحظوا انه حط لي واحد العيبات هنايا ندير بحال لي باليس محطوطين هنا باش يصيبوا لينا الاسكالي ديالنا، الكارد كور مع الاسكالي، ولا هنايا بالفيل، ولا هنايا بوطوات باليستر، ولا هنايا بوطو بار. اذا كاين اختيارات اللي غتختار انت، انا ما كنفرضش عليك. مثلا انا غادي نختار مثلا بوا كلاسيك. دونك في البوا الكلاسيك كيقول لك باللي هاد الباسوات ولا هاد الباليسترات اللي حطينا واش هما غاديين يجيو على الاكستيريور ولا يجيو في الانتيريور، وبشحال دخلوا. ممكن احنا حاطينهم في اللاكس، بغيتي تزيد تدخلهم يمكن لك تقول له مثلا 0 0 10، هما دخلوا. ما بغيتيش تقول له 0 0، خليهم على برا، انا انيولي. اذا وما تفاليدي حتى تكمل لي بارامتر. هنا كيعطيك الجارد كور، كيقول لك العلو ديال الجارد كور ملي غتطلع فيه وغتحط يدك بشحال العلو. لي نورم سي 0.90، خليها 0.90، ما تشونجيهاش. هنا الكارد كور كيقول لك راه غيكون خارج شي شويه، ممكن تقول له الكارد كور انا بغيتو يكون خارج بعدا بواحد 0.20 سنتيم، ها هو يخرجو، ها هو خرج لينا الباسامانو. وهنا نفس المساله غيقول لك راه غيسالي ثاني 0.20 سنتيم امبيكا، ها هو يعني الكارد كور خارج شي شويه ماشي بادي مع الدرج. هنا لا هوتور ديال الريزوليوسيون، الى بغيت نزيد في الريزوليوسيون، هنا لا لارجور، لا هوتور، لي باليستر، لي ديمونسيون ديالهم. دونك بزاف ديال لي بارامتر اللي هما كيخليوك انت كتختار اشنو كيبالك. هنا انا مثلا دخلنا في هاد لابارتي، هنا كيقول لك واش بغيتيهم هنا 100 بوطو ولا ابروكسيماتيزاسيون هنا، ولا سير شاك مارش. دونك انا اختاريت مثلا شاك مارش يحط لي وحده، ما بغيتش نقول له لا ابروكسيميتي. ابروكسيميتي كنقول له مثلا مسافه ديال 0.80 حط وحده، غنمشي نقول له لا 0.40 حط وحده. هنا اذا هنا 0.40 حط لينا وحده، ولا نقول له لا 0.10 حط وحده. شو 0.10 حط لها تك 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 كتر بزاف، دونك غنخليو لها 0.80. ما بغيتش هاد المسألة، يمكن لي ندوز للطريقة الثالثة اللي هي لي نومبر. نومبر انا مثلا عندي 18 درجة، بغيت نشوف مثلا غير 3 ولا 4 ديال لي باليستر. اذا نقول له عطيني 4 ديال لي باليستر، وحدة جوج ثلاثة أربعة، السلام عليكم. هنا كيعطيك لي ديمونسيون، تزيد القدام، ترجع للور، تشوف هنا جوست هنا لونغل، سي دي بارامتر. حتى لهنا راني اوكي. هنا غادي ندوزو ليطاب اللي هي ندزنا الاول الثاني الثالث الرابع، نكليكي على الرابع. هنا كيقول لك ملي غتحط انت لي سكالي ديالك كيفاش غنشوفوه في البلان اون بلون، كيفاش نشوفوه؟ واش نشوفوه ميثود سامبل ولا مويان ولا ديتاي، شنو الطريقه اللي غادي تختار؟ وهنا كيعطيك دي تيب، مثلا تيب 1 تيب 2 تيب 3 تيب 4، كاينين لي تيب، اختار انت التيب اللي كيريحك واللي كيناسب البيو. هنا كيقول لك حتى دوك لي سامبول اللي غاديين يكونوا، واش بغيتي سامبول ستيل 3، كاينين اللي كيبغيو غير جوج خطوط، كاين اللي كيبغي دواره وهكا، كاين اللي كيبغي كل واحد اش كيبغي. وهنا كيقول لك لين ديال لا لين دو فوي ديال المسار ديال الاسكالي، تختار السهم ديالو، واش بغيتي هاد السهم بغيتي هاد السهم بغيتي، مكاينش مشكل. هنا تيب دو سامبول دي بوطو، هادوك لي بوطو اللي كيكونوا في ليسكالي، واش بغيتيهم كاري بغيتيهم غو بغيتي كتختار. هنا كيتكلم معاك على الالوان،
اي لون في البلان، اي حاجه مثلا ديتاي ولا اي في اون بلو، هذاك ليليمون سوا كانوا مثلا لي ستيلو ديال لي ستريكتور فيزيبل، هنا لي شوز انفيزيبل، مثلا هنا تيب دو مارك كاري، هنا مثلا بغيتي تلون ستيل ديال لي اشور تبدل اللون ما يبقاش احمر، يولي مثلا اي لون بغيتي تعثر فيه حتى التكس. الا كان عندك لي سكالي كينزل بالتكس انا غتقول له وي انا كومونسي بار ان، ما بغيتيش تكومونسي لي سكالي ديالك بار ان، يمكن لك تكومونسي ان بار، تكتب ان اوتر شيفر. هنا التيب دو بوليس بغيتي تكبر الرقم بغيتي تنقص الرقم، خاص الواحد يقرا هاد المسائل هادي كامله ويجربها ويلعب فيها، ما كاينش مشكل حيت انت هذاك الاسكالي ديالك. وهنا كتنزل كتلقى هنا لي تيب دي اسكالي جينيرال، هنا مثلا تيب ستريكتور فوليوم رومب، نعطي بزاف د المعلومات. انا نقول له فيريفي الاسكالي، قال لي الاسكالي ديالك راه مزيان من جميع النواحي. انا نقول له اوكي، اش بقات المرحله؟ قال لنا خصنا نقول له انجستري سو. انجستري سو هنا غادي نسميه اسكالي، خليه نسميه اسكالي ا حيت نقدروا نصايبوا اسكالي بي، وغادي نجي نقول له انجستري ليا لو بروجي انجستري، وغادي نجي نقول له اوكي فوالا لسكالي سوفغارد. دابا حنا بغينا نجيبوه، غادي نمشي نديرو ايشاب ونجي نقول له اسكالي، وغادي نكليكي هنا. لاحظوا معايا شنو غيطرى، نقول له ديالوغ، اوتوماتيكمون هو غينقص البواط بيبليوتيك اون بواط، ما غيمشيش يجيب لي البيبليوتيك ليا. علاش؟ لانه هو تسجل عنده ملف جديد، فاش كيتسجل عنده ملف جديد كيقول لك ها الملف اللي صوبتي، كيعقل على اخر بارامتر كيقول لك ها الملف اللي صوبتي، ما كيخليكش تدخل لهاد البواط ليا حتى كيشوفك انت شنو بغيتي. يعني ها الملف الجديد اللي صوبنا، ها هما لي بارامتر ديالو، ها هما نفس لي بارامتر اللي كنا داخلين فيهم، ها هما مزيان حنا صوبنا، ها هو اشنو بغينا. خصنا بعدا نشوفو شي حوايج حتى هي نتعلموها. اول حاجه النيفو ديال لاسكالي، منين هتحط لاسكالي، واش بغيتي تحطو في الزيرو، واش بغيتي تحطو عالي ب 10 سنتيم 20 سنتيم، كتختار. هنا كنشوفو النيفو ديالو، واش غادي تحط في الريد شوسي، واش تحطو في بريمير، واش في الدوزيام. مزيان هنا الزيرو دو بروجي راه معروف، هنا لي ديمونسيون مثلا 1 متر سور 1 متر سور 1 متر، هادي غير نسبيه ما عندها علاقه، ما تلعب فيها ما تقيسها ماشي مهم. حنا اللي كيهمنا هما نشوفو هاد المسائل هاد. نجي لهنا غادي نشوف لي زوبسيون، ها هو ليسكالي ديالي. لاحظوا انا كنشوفو، انا نقدر نشوفو هنا بيرسبكتيف، يمكن هنا نشوفو بالالوان، يمكن هنا نشوفو مثلا قال لي هنا سيغتان اوبجي ني با، ما عندوش التصويره، ما كنا سوفغاردينا له التصويره في البارامتر ديالو. حاليا شفنا هاد المسائل، نكليكي هنا انا غيسولني يقول لي شوف منين بغيتي تشد انت ليسكالي. لاحظوا هاد المربع هذا اللي كيتسمى انه منين بوان دانسيرسيون، واش غادي نشدو من هنا، واش من هنا، واش من هنا، واش من هنا. في الغالب عندنا دو بوان، سواء من هنا سواء من هنا. الا كان عندي شي حيط من هنا غادي نشد السلوم ديالي ونحط نربطو مع الحيط من هنا، كان عندي شي حيط من هاد الجهه هادي غادي نشد السلوم ديالي من هنا. حاليا غنشد السلوم من هنا. الا بغيت السلوم يكون يجيني عمودي ما يجيش افقي، ما يمشيش تنحطو نعاود ندورو، يمكن لي ندورو في هاد لابارتي، نكليكي هنا كيدور، نعاود نكليكي حتى يبان لي السم، فوالا وهاو هكا كيجيني مزيان. غادي نمشي ديريكتومون نقول له اوكي، وغادي نحط الفيشي ديالي هنايا، فوالا ها هو ليسكالي ديالي جا. غايقول لي بغينا نشوفو 3D، ها هو نشوفو 3D، فوالا صوبناه كامل الشفافية ديالنا والمصداقية ديالنا، المسائل امبيكابل، اسكالي بيان في نادي مقاد، اوكي سهل. انا دابا نلعبو فيه شي شويه، نزيدو ندخلو، غادي نحاول نشدو. صوبت وحسيت براسي ارتكب شي اخطاء، بغيت نصلح، بغيت يمكن لي نسيليكسيوني الخطا الاولاني مثلا، غادي ندخل في البارامتر، غادي نجر هنا. كيفاش غادي نقدر نصلح؟ اول حاجه يمكن لي نقولو ايديتي اسكالي، عاود ايديتي الله يخليك، كتدخل في الحسابات مزيان، عندي مثلا السيستم ما عجبنيش هذا، بغيت ندير هنا هاد السيستم هذا سامبل، اوكي بغيت نشوف الكارد كور، ما عجبنيش الكارد كور هذا، بغيت ندير كارد كور مثلا فيل، فوالا صافي كنشوف الفيل مزيان امبيكابل. عندي هنا 4 يمكن لي هنا نقول له ابروكسيماتيف، بدل السيستم شي شويه صافي. اون فوا نسالي نقول له اوكي،
Ok. Voilà. Automatique. Automatique. ما كتضيعش الوقت. داكشي كيتصاوب بالزربة. لاحظوا الفكرة ديال انك كتموضل. نفس المسألة يمكن لي نجي نشوف البلان من الفوق ونجي نقول مثلا انا كنشوف هذا البروجي، ما بغيتش مثلا هذا يبقى يبان بهذه الالوان، يمكن لي ندخل او نرجع نبدل ليه الالوان. نفس المسألة كنقولوا حنا دائما ان الانسان يدير التيست ديالو. جينا مثلا نقولوا لا انا بس مثلا نخدم بالصفر، بغيت نخدم تاني انا بالصفر، يمكن نتحكم في جميع الالوان ديالي، ما كاينش اشكاليه. اوكي ونتسنى البروجي. فوالا لاحظوا انني شونجيت له، ما شونجيش تاكس. نعاود نجي وندخل هنا بارامتر، وندخل في لي بارامتر ونشونجي تاكس. علاش شونجي؟ لانك خاصك تشونجي. شونجي تاكس، انا نعوض التاكس تاكس دو ستيلو. فوالا ونجي هنا تاكس دو ستيلو، غادي نجي نقول التاكس مثلا بالزرق، كيمش ماشي مشكل. تعاود تنزل هنا، انا غير كنوريك باش انت تعرف. نجي مثلا انا كومونسي هنا افيشي نيميروطاسيون، ما بغيتش نشوف الارقام، حيدنا الارقام. بغيت نشوف الارقام هنا، ما بغيتش نكومونسي بواحد، ممكن نكومونسي ب10. صافي، هنا لا طاي دو بوليس واش صغير ولا كبير، هنا لوريونطاسيون واش ليزيبل ماشي ليزيبل. دونك هادشي خصو يتجرب، خصو يتحط في اليد ودير باش تحس باللي راك انت كتخدم هنا. افيشي لا رومب واش نديرها ولا ما نشوفهاش، لا لين دو فوي اش من كولور بغيناه. مثلا بغيت لا كولور ديالو يكون مثلا ماجونتا، ولا يكون مثلا هذا الخضر هذا، ونجي نقول اوكي اوكي فوالا ونكليكي فوالا. اذا هذا هما الارقام الخضار. اذا يمكن لك دير اي حاجه انت تقدر عليها. بغيتيش الارقام، راه يمكن لك تشونجي الارقام. حتى بالنسبه لهذه القطعه يمكن لي نشونجيها انا. مثلا عندي لا لين ديال القطعه ديال الاسكالي، ما بغيتهاش تكون في الدرجه 14، بغيتها تكون في الدرجه 18. غادي تدخل هنا وتكليكي في لي بارامتر، ونجي هنا وندخل نقول له ايديت الاسكالي، ونجي هنا هذه غادي نبدلها انا مانيوال. مانيوال غنتسنى بين ما يعطيني لا مان، ناخذ هذا نطلع هذا هنا ونجر هذا، نقول مثلا غادي نقطع في هذا البارتي. اوكي اوكي فوالا، وهي تقطعات ليسكالي ديال. واضح؟ كنتمنى ان الدرس يكون بيان ديتاي. انا كنحاول نشرح بواحد البساطه بواحد الاسلوب سلس دقه دقه باش المعلومات تكون تراكميه وتجمع عندك في راسك. غادي عندي تقول لي استاذ حنا بغينا نصايبو غير ثلاثه الدرجات، غادي نقول لك ساهل. غاتجي لهنا مثلا غتقول له اسكالي اسكالي اسكالي، كري اسكالي كري اسكالي. هاد البلاصه هادي شنو فيها؟ فيها درجه طالعين، فيها ثلاثه الدرجات نيشان. غادي نجي نكليكي وغادي ندخل هنا وغادي نقول له اوكي كري لي واحد ثلاثه الدرجات. هاد ثلاثه الدرجات شحال فيهم؟ مثلا هاد ثلاثه الدرجات كاينين مثلا في العلو ديالهم 0.15 0.15، ومثلا المارش كل مارش ما تكونش فيها 30، غتكون فيها مثلا 0.60. وما راه كاينش بزاف، كاينين شي 4 ولا 5 مثلا، كاينين شي 4 ولا 5 مثلا. نجي نكتبو مثلا 4 مارش. لاحظوا هنا 4 مارش، هو مشى يحسبهم على 60 تالي 30 30. راه نحاول هنا نعطيه مساحة اكبر، نقول له هنا 60، واخا هو راه ما غيدوزهاش. علاش؟ لانه لاحظوا هنا كيقول لك الفولي جيرون دو اتر اونتر 0 10 او 0.55. قاعدة عنده في راسه، قاعدة واخدها هو من هنايا، إذا ما يمكنش تفوت 55. أنا يمكننا نديرو له 55، نمشيو مع أبعد ما يكون، نقول له أعطينا لو ماكسيموم ديالك 55. هنا قالك لا فالور كونتر مارش دوا إتر 0.05 ولا 0.27، يعني الكونتر مارش هي خصها تطلع. نطلعو تا الكونتر مارش، نقول لك تا الكونتر مارش غتكون فيها 25، وهنا غادا تكون مثلا 55. فوالا لاحظتي شحال دار، شحال ديال الدروج دار لينا، تك 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 تك، شي شحال. دونك هنا خاصك تعامل معاه بحسابات، لانه الا ما ضبطتيش معاه الحسابات ما يقبلش منك. غنقولو هنا عطيني غير 4 ديال لي مارش، وهنا بغيت تكون مثلا على ديستونس 0.16. هنا مثلا هو لقى قيمة، نقدر نزيد معاه هنا نقولو عطيني مثلا 33. راه كيحسب وكيأثر. لو قلت له انا مثلا غير 4 وسديت عليه، هنا ما غاديش يغلط، هنا غيفورسي هاد النمره هادي وغيخليني انني هنا كنلعب معاه. قول له مثلا 0.40،
هو مشى معايا 0.40 وعطاني 4 درجات، وحدة جوج ثلاثة وهذه هي الرابعة. مزيان، غنقول له الدرجة غادا تكون في البالي ديالها 2 متر، يعني من ندوز الفولي ديالها 2 متر. 2 متر، 2 متر واحدة امبيكا. تقدر هذه نهزها وندخل في لي بارامتر، بغيتها تكون مثلا غادا تكون سسبوند، يعني دي زيسكالي معلقين. غنقول له اوكي، اذا ما عندهمش ما فيهمش مثلا هذه، فيهمش هذه، عندهم كارد كور، بغيتي دير كارد كور وي ما بغيتيش، ممكن دير كارد كور. ممكن نقول له انا بغيت ندير مثلا كارد كور فيل ولا باريير مثلا بحال هكا، ثلاثه ديال لي باريير، ونكليكي هنا ونقول له اوكي. هنا فيريفي لي سكالي، قال لي راه مزيان، نقول له انجستري، نقول له انا سميه مثلا بي، ونجي نقول له انجستري الفيشي، ونقول له اوكي، ونصف كاردي الفيشي، ونحط لي سكالي ديالي. او لي سكالي نشوفو في 3 دي في البروجي، او اسكالي سسبوندي. سهلة، مهلة، ما محتاجش منك انت حتى شي حاجة. ما بغيتيش لي كارد كور، كاينش مشكل، خد لي سكالي ديالك بحال هكا، دخل في البارامتر، قول له زول عليا الكارد كور، انا ما عندي ما ندير به. تقدر تجي تقول له هنا انا ما بغيتش الكارد كور، انا من هنا انا غيكون حيط، وهنا بغيت يبقى الكارد كور. غادي تجي تقول له دير لي غير من هنا، وهنا من هنا ما بغيتوش يبقى هذا، دونك انا نحيدوه. يحيد لينا ربما خصو يحيد لينا هذا. باش انا ندير له بحال هكايا، ناخدو هاد الفوقاني ونقولو له هنا سون رومب، يلا. وهنا هاد الكوتي هذا نخليو فيه لحدي مزيان، ونجيو لهنا عندنا ما نديرو بهاد الشكل هذا امبيكابل، هذا هو لافورم اللي بغيناه. تاك تاك تاك، ونجي نقولو هنايا فيريفي ليسكاليي اوكي اوكي، ونقول له الله اكبر، ونقول له اوكي، ونصب كارت الفيشي. يمكن لي هنا نجي نطلع على هذا من الطوب ونرسمو ان مور يكون فيه ليسكاليي لي اكروشي مع لو مور. راه ممكن جميع الافكار انك ديرها، خاص غير شويه ديال الاجتهاد. هنا انت ساليتي، انت داير فكره جميله مقاده ببساطه، ما كل شيء، وسهل انك تبروجتها، وسهل انك دير لها المير ديالها، وسهل انك دير لها اي حاجه بغيتي. نفس المساله، يمكن لي نعاود نرجع نقول له كري اسكالي، وناخذ اون اوتر فورم اسكالي. تقول لي بقيتي كتخدم على هذا، ممكن نخدم انا على هذا، لان هاد لي فورم هادو شويه كيتشابهوا. كل حاجه من هادو خصكم تدرسوها، لان لي بارامتر كيتشونجاو، كيتزادو دي بارامتر، كيتزادو معلومات، كاين شي حاجه اللي هذا عنده معطيات كيطلبها منك باش تدخلها، حتى هذا عنده معطيات، حتى هذا عنده معطيات، كل واحد في هادو عنده المعطيات ديال. دونك الوقت ما غيكفينيش انني باش نشرحهم كاملين، غنخليكم نتوما ترينيو فيهم وتكتشفوهم باش تحسوا بالخدمه اللي كديروا. مثلا غادي ناخذ هاد الفورم هادي اللي فيها اسكالي اونغل افيك ان بالي، ناخدو هذا بالي اونغل ونكليكي ونقول له اوكي. هذا غيجيني بنفس المعطيات، مثلا انا غادي ندخل هنا نقول له 0.30 ولا 32، ندخل هنا نقول له 0.16. لاحظوا هو كيمشي يجيب واحد الارقام من هنا بناء على هاد المعطيات. دونك هو حسب هنا 0.30 0.16، يعني هذا هو العلو اللي عنده. ولكن لو كان عندي انا واحد العلو بريسي، يعني من الضاله للدار، مثلا انا عندي 3 متر و20، راه ملي كنحط 3 متر و20 راه صافي سديت. دونك 3 متر و20 راه تسدات، اذا ما يمكنش انا نلعب في هذه، هذه صافي ولات فيكس. دونك هذه تفاهمات مع هذه، هنا حتى هاد لامار هاد ديال لاباج صافي حتى هي ولات داخله في الحسابات. دونك هنا كيبقى لي غير نزيد مثلا، هنا نقول له مثلا 1.20 متر، فوالا. مثلا بغيت نكبر، مثلا نمشي هنايا لا لونغور ديال هاد لابارتي هادي من هنا حتى لهنا، يمكن لي نلعب فيها، بغيت نقص منها ولا نزيد فيها. هاد لابارتي هادي ها هو تو عطاني العبار ديالها. هنا عندي لالين، يمكن لي نلعب في لالين. هنا عندي لي زوبسيون دو فولي، مثلا شحال من درجة تكون عندي من هنا، عشان بغيت نقص الدرجات، بغيت نزيد الدرجات.
هنا مثلا تاني الدرجات الاخرين عندي تسعود، هنا مثلا المسافة. اذا هاد المعطيات شيماتيزي، كل شيء قدام عينيك، خاصك غير انت تقرا وتفهم وتركب المعطيات وتقول هادي غادا تعطيني هاد الشكل وهادي غادا تعطيني هاد الشكل. ساليت انا مثلا من هنا غادي ندخل نقول له مثلا انا بغيته مثلا بهذا السيستم هذا، مثلا انا بغيت نشوف فيه الكارد كور، الكارد كور انا بغيته يكون من جهة واحدة، جهة واحدة بغيت نشوف فيها مثلا لي بانو، غير جهة واحدة اختاريت، الجهة الاخرى ما غاديش يكون، ما بغيتش مثلا من هذه الجهة، انا بغيت مثلا من هذه الجهة، حتى نقدر ندير فيها حيط امبيكابل. وندخل هنا ونقول له هنا فيريفي ليسكاليي اوكي، ونجي نقول انجستري، ويمكن لي هنا نسميه ونقول له سميه ليا بي ولا سي. دونك انجستري اوكي، وندخل هنا ونحط توصل. حل عينيك مزيان ورد البال لهاد المعطيات مزيان، فوالا ها هو ليسكاليي صايب، فوالا غادي يجيك كوم ان اسكاليي كومبوزي، يعني ستريكتور. هادي تقدر تكون اون شاربونت ميتاليك، فوالا هو ليسكاليي ديالنا تصايب. نقدر ندخل هنا ونقول له علاش درتيهم ليا فيهم بجوج اسكاليي، انا بغينا فاس واحد. ندخل لهنا ونقول له اسكاليي، نعاود ندخل هنا لا رومب، نقول له لا حيد لي هادي، حيد هاد لابارتي هادي، ما دير فيها والو سون رومب، وخلي لي غير الدخلين امبيكابل هكا. اوكي اوكي، ونطلع على هذا من الفوق، ويمكن لي نجي نرسم عليه امير فوالا بحال هكا. بعد يقول لك استاذ واش خصنا تنضر، رسم الشكل بعدا وعرف راسك اش كدير، وديك الساعه يمكن لك دير العجب. لاحظتوا ان العمل كيبقى منك انت، يعني انت والقدرات ديالك والتصميم ديالك للحاجه. قد ما كان التصميم ديالك جميل، قد ما يمكنك تصايب اي شكل من الاشكال ديال الزسكالي. اوكي دونك ندخلو نشوفو ان اوتر اليمون في الاسكاليي، اللي مثلا يمكن لينا نصيبو حاجه اخرى. نقدروا نصيبو سيركولير، نقدروا نصيبو هذا، نقدروا نصيبو هذا فيك تورنون، نقدروا نصيبو، يمكن لك تصايب الشكل اللي كيريحك. دابا بغينا نصيبو شي شكل بحال هذا. هنا فين كاين السؤال، يعني عندنا واحد لا فورم اترانج، مثلا بحال دوك الزسكالي اللي كيكونوا في السهرات في الاستوديوهات، كيكونوا دي فورم شويه مخربقين. كيفاش نصايبو حنا هاد الاسكالي؟ القاعده كتقول مثلا انا غادي نجي نحاولوا نرسموا واحد الاسكالي، بعدا نبداو بال نحاولوا نبداو بالبولي لاين. غادي نجي نقول مثلا عندي اسكالي غادي في هذا الاتجاه، وغادي في هذا الاتجاه، وجا في هذا الاتجاه، وبغيت نمشي في هذا الاتجاه، وجا في هذا الاتجاه، جا في هذا الاتجاه، وجا في هذا الاتجاه، واسكالي هو هاد الاسكالي هذا اللي رسمته انا حاليا. دابا عندنا مثلا تعطاتنا هاد المنطقه، ولا ترسموا لنا واحد الارشيتكت وقال لك بغيت اسكالي بهاد لافور، دونك خاصك تحترم الشكل ديالو. كيفاش كيترسموا لي زيسكالي بهاد الطريقه هذه؟ اول حاجه خصو يولي هاشور. اذا واخا انا رسمته بولي لاين، يقول لك الشرط الاول يكون هاشور. اذا نمشي نقول له هاشور، ناخذ شي هاشور 100%، نبدل اللون يكون لون مثلا اخضر، ونرسم سواء ندير هكا سواء نجي ندير بحال هكا، صافي راه هو هاشور دار. صافي اذا ها الهاشور عندي. شنو تاني باقي؟ بقى ليا لا لين دو فوي. لا لين دو فوي تري تري امبورطون. منين غيطلعوا الناس؟ واش يطلعوا من هاد لابارتي ولا منين غيطلعوا؟ فين غتحط لا لين ديالك؟ حاول انك تمشي على العكس، ها النقطة الاولى، ها النقطة الثانية مثلا، ها النقطة الثالثة، وتكون حاطها في الاخر ديالك. بديتي في البداية وتساليها في النهاية. غتقول لي شنو غادي ندير انا؟ دابا غادي تسيليكسيوني هذا وتسيليكسيوني معاك حتى لا لين ديالك بجوج متشدهم. الله يرضيك، سيليكسيونو بجوج، ماشي تسد كلشي، تسد غير الهاشور و لا لين. وكنجيو للديسان، في الديسان عندنا واحد لا كوموند هنايا، فين هي؟ فين هي؟ فين هي؟ فورم موديفيي اكستريدي، اللهم تبتنا الشهادة يا رب. كريي كرياسيون اسكالي افيك سيليكسيون، يعني كيقول لك غيكريي لك واحد الاسكالي على باز ديال لا سيليكسيون. انكليكي هنا، هو كيمشي اوتوماتيكمون كياكتيفي لي هاد البلاصه امبيكابل، ما كانت قبل، لاحظوا منين جات. تابع هنا كنقول له اوكي، كيحل لي بارامتر ما كانوش قبل.
لي بارامتر كيجي كيقول لي شوف العلو راه عندك 3 متر، 3 متر هو مش جابه من هنا، ما كاينش اشكال. وانا عطيني العلاقه وقال لي انا غادي نخدم لك ب013 ونخدم لك ب012. انا نقول له لا، خدم لي بحاول ب016. انا سولني قال لي لا، قال لي انا ما نقدرش نشونجي لك في هذه القيمه بحكم ان كاين بزاف ديال لي زانكلينيزون هكا، الا بغيتي فك ليا بعد العلو نقدر نشونجي لك في هذه. نقول له نعطيني 16. لاحظوا هنا شو شحال عطاني، عطاني 4 متر. دونك هنا شونج عليا هاد المسألة. اذا فاش قلنا له، فاش كنا عطيناها كان عنده 3 متر وسديناها، اذا هو لقى العملية الحسابية انه 16. يمكن لي هنا نقص، نقدر نجي نقول له هنا لا بغيتك تحسب غير 14، ما ديرش ديرها 20. قال لي لا 20 ما يمكنش، قول له غير 24. حسب معاه، حسب معاه، يمكن لك تحسب. راه نورمالمون لي زيسكالي كيكونوا محسوبين، ولكن يمكن لك دير دي زيستيماسيون باش تشوف واش غطيح معاه ولا. هو حسب لقى 25 درجة هي اللي كاين في هاد العلو ديال 3 متر. كلشي هادشي مسدود مزيان. دخلني هنا قالك اختار الزيسكالي ديالك واش بغيتي بهاد لافورم هادي 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 هادي. يمكن لكم نتوما تختاروا الالوان، يمكن لكم دخلتوا لهنا يمكن لكم تختاروا لافورم ديك لاكوش اللي غادا تكون، الرخامة اللي غتكون. وهاد الرخامة تا هي راه فيها الألوان ديالها والمسائل ديالها. وهنا واش الكارد كور يكون ولا لا، خلي الكارد كور، نقول له كارد كور مثلا يكون افيك باغيير امبيكابل. يمكن لك تشونجي هنا الألوان، لا ليست، سالينا تقول له فيريفي ليسكالي، كي فيريفي اوكي، قول له انجستري، سميه هنا مثلا دي، قول له انجستري، قول له اوكي اوكي. هنا كي سوف كاردي عنده في الانترفاس، فوالا سوف كارده. انا غادي ندخل هنا نمشي نقول له اسكالي. لاحظوا انه هو راه جينيرال حطوا لينا هنا، سي با غاف، حنا نمشي نجيبوه. ها هو دي، هو هذا الاسكالي ديالنا. اوكي ونحطوه هنا، فوالا امبيكابل. شدو بحالك، شد هذا من هنا ودي الاسكالي ديالك وشوفو في الطوالي. ها هو اي فورم بغيتيها في الاسكالي ما كاينش مشكل، حتى ولو يكون الاسكالي افيك اون فورم اللي فيها ماشي غير. يمكن لك تجي دير مثلا فورم مثلا بولي لاين، جو مثلا نديرو فورم مثلا بحال هكا، يمكن لي نجي ندير مثلا فورم بحال هكا. هاشير، كليكي على هاشير، تهاشيرا، جيب لي لين ديالك، لين دو فوي يكون من لاكس، يمشي تا لهنا، يمشي تا لهنا، ويمشي تا لهنا. تحاول تسيليكسيوني لاكوش ديالك، تحاول تسيليكسيوني لا لين ديالك، لا لين مع لاكوش، لا لين يكون الخط كامل، اوتوماتيكمون ديسان، اسكاليي. تاك نقول له فيريفي، هو خداه، هو رسم صافي اوتوماتيك. ممكن يدير لا بروجيكسيون، يمكن لك تشونجي تختار داكشي اللي بغيتي العبارات. فيريفي ليسكالي، صافي ليسكالي راه مزيان. اوكي هنا سميه لينا اسكالي سي ولا دي، دونك نسميه او افيك اسباس، ونقول له انجستري الفيشي. هنا نقول له اوكي، فوالا وحط لينا بعدا لو بلون. نمشيو للاسكالي ديالنا ونجيبو الاسكالي اللي خدمنا بيه، هو او اوكي، ونحط الاسكالي هنا كاينش مشكل. فوالا ها هو، شفتو باش حتى شي واحد ما يجي يقول لك لا الارشيكاد ما كيديرش ما كيصاوبش، راه كيصاوب العجب. انا لوجيسيال اللي تبارك الله فيه مقومات كبيرة، وهذه هي الفيرسيون 19. كون شفتو الفيرسيون ال 23 شنو الامكانيات اللي كيعطي، دونك راه خيال خيال. دونك تحاولوا انكم تخدموا هاد المسائل هذه، تطبقوها الله يرضي عليكم، تمشيو خطوه بخطوه،
تحاولوا انكم تجسدوا لي جميع لي فورم. انا ما نكرهش ان تخدموا على هاد لي فورم كاملين، ملي تقولوا كريان اسكالي تحاول تصيبوا هذا، تصيبوا هذا، تصيبوا واحد بواحد واحد بواحد، تدوزوا عليهم رد عليكم باش تحسوا بالخدمه. حتى في لي رومب ما كاينش مشكل، راه الا بغيتي تختار شي رومب غاتكليكي غاتقول له اوكي. انا ما كنشوفش لا رومب، لا رومب شنو كاين، كتعطي لا هوتور، انا كتعطي البلاصه منين غدوز، حيت نفس المبدا. هنا كتعطي لا رومب ديالي لا لونغور ديالها، وهنا كتعطي، هنا كتعطي لو بورسونتاج، ها لونغل ديال لانكلينيزون دوغري، واش 33 دوغري ولا 40 دوغري ولا 50 دوغري. هاد الزاويه هادي راه كيحسبها هو الاركيتكت على حساب لا لونغور ديالها، وهو هنا راه حسبها. انا هنا كيدير لنا عمليه حسابيه، هنا كيعطينا الانواع، يعني كيفاش غادا تكون نازله ما نازلاش، طايحه من الجنب، عندها ستريكتور ديالها شنو اللي هازه. هنا يمكن لي نسبيسيفي ليبيسور، هنا يمكن لي نسبيسيفي الكارد كور واش يكون في لا رومب ولا لا. صافي كنسالي كنقول له صافي راه سي بون سي بون سي بون اوكي، سمي لي لا رومب ديالي، سميها مثلا دي دي، اونجستريها اوكي، طلع عليها من الطوب، حط لها خا لا رومب هنا صافي. وتشوف هكا فوالا هي لا رومب. يا سلام، كاين شي مشكل لا رومب ما عجباتكش ولا شي حاجه، كتسيليكسيوني لا رومب ودخل تموديفي، سواء تموديفي لونغل، سواء تموديفي لاوتير، سواء تموديفي داكشي اللي كيبان لك، ما كاينش اشكاليه. واضح، نتمنى انكم تطبقوا هادشي كامل، تخدموا على لي زيسكاليي، تخدموا على لا رومب، تشوفوا جميع الاشكال، جميع الاوامر اللي كاينين، ما تزقلوا لي حتى شي حاجه. وان شاء الله اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه يصيفطها ليا في الميل. التطبيقات نبغي نشوفهم، هذوك الناس اللي كيخدموا رانا كنشوف التمارين ديالهم، كنجاوبهم سير بلاص، واللي ما معناش خليوه راه ما معناش، ما عندنا ما نديرو لهم حنا، لا ما غنغيروش الناس. داكور، نتمنى ان الامور تكون وصلت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.